بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لنهار اليوم راح يكون The auxiliary to be in the past simple. The auxiliary to be اللي هو الأوكسيليار être في الفرنسية، اللي هو في العربية فعل الكينونة. In the past simple في الماضي. Okay. يعني كيفاش راح نقول أنا كنت، أنت كنت، أنتما كنتما. هذا هو to be، هذا هو الاستعمال تاع to be. اوكي، to be كيتصرف في الباست سيمبل فيري ايزي، سهل بزاف، سهل على كي نصرفوه في البريزنت. علاش في البريزنت to be كيتصرف؟ يتصرف بثلاث طرق، يرجع ام اور ايز اور ار، يعني يتحول ام ولا يتحول ايز ولا يتحول ار. بصح في الباست يتحول غير زوج كلمات مع المفرد، نحوله الى was، نقول I was، كنت، he was، كان، she was، كانت، it was، كان او كانت الجماد. ومع الجمع كيعود subject تاعي جمع plural، راح نحط were. يعني to be كيتصرف في الباست يرجع was or were حسب subject تاع الجمله. يعني كي نجي نصرف to be في الباست ولا في البريزنت لازم ديما نرجع للسابجكت، كي نشوف للسابجكت نعرف واش نحط. هنا اي داخله مع هي وشي وات، علاش؟ خاطر هادو كامل مفرد. كي تلقاو السابجكت تاعكم تاع الجمله اي، هي، شي اور ات، ولا تلقى فور اكزامبل السابجكت الفاعل تاعك تاع الجمله سامي، منى، هادو كامل مفرد. هادو راح تنحي تو بي، تمحيها خلاص وتحط ووز. يعود السابجكت تاعي بلورال، فور اكزامبل يو هذه معناها انت ومعناها انتم، بصح حنا ديما نتعاملوا معها بصيغه انتم. انا نقول لك يو ار، انت، بصح نستعمل ار، ار هذه تاع الجمع. كيف نقول لك يو وير، كنت، ما نقولكش يو ووز. اوكي، يو هذه راهي تتبع القاعده تاع الجمع. نقول you were، for example you were happy، كنت سعيدا. we were، كنا. they were، كانوا. اوكي، يعني to be كي يتصرف في الباست راح يكون يا اما was يا اما were حسب subject. اوكي، هنا تاني subject كون يكون for example I and my family، انا وعائلتي، معناتها we، نحن، يعني راح تحط were، يعني subject تاعك راهو جمع. اوكي، the players، اللاعبون، يعني they، هم، راح تحط where. يعني مش لازم يجيك subject هكا واضح صريح you we they، يقدر يكون subject اسم the players، منى، the teachers، the teacher مفرد. هنا وحدك في راسك تحوله الى ضمير، يعني هي ولا شي ولا they، باش تعرف واش تحط was ولا where. إذا كان مفرد تحط was، إذا كان جمع تحط where. اوكي، so it's very easy. بعد نعطيكم أمثلة باش تفهموا أكثر وأكثر. so this is the affirmative form، هذه الصيغة العادية اللي ما فيهاش نفي. نروحوا للنيجاتيف فورم، كي نحب نستعمل to be في الباست في الماضي منفي. for example كي نحب نقول I was a student، كنت طالبا في الجامعة. I was a student، حبيت ننفي الجملة هذه نقول لم أكن طالبا، نقول I، كيف هادو في ربعة عندهم نفس التصريف، I was، ترجع I was not، لم أكن، I was not a student. يعني هنا to be صرفناه ومن بعد نفيناه. قلنا to be ماهوش كيما الأفعال الأخرى. الأفعال الأخرى كي نحب ننفيها في الباست ندخل لها didn't والفعل اليمنع من التصريف. For example I didn't practice sports، I didn't practice، ندخل didn't والفعل يمنع من التصريف. هنا to be حالة خاصة بما انه auxiliary verb، فعل مساعد، يعني يقدر يتصرف نفسه وبعد ينفي نفسه، هو حالة خاصة to be. يعني نقول I was not بكل بساطة، يعني اسهل من الافعال الاخرى بالنسبة لي. I was not، I was not، ولا نختصرها wasn't. اوكي، هذه في حاله اللي كيعود السابجكت تاعي مفرد I، he، she or it. نروحوا ليو، وي اند ذير. كيف كي تعود الصيغه افيرماتيف ما فيهاش نفي نقول يو وير. كي نقول لم تكن نحب ننفي وير نقول وير نوت.
ولا نختصرها weren't. Okay, good. Now we move to the interrogative form. صيغة الاستفهام، السؤال. السؤال هذا very easy. سهل خلاص. كيفاش نديرو؟ نروحو للأفيرماتيف فورم، الصيغة المجابة نعكسوها فقط، نعكسوها نشكل السؤال. عندي مثال I was، for example I was happy، كنت سعيدا، نعكسها was I happy، نعكس السبجكت والأوكزيليوري نشكل السؤال، يعني was I a student، يعني كي نسأل نعكس الأوكزيليوري والسبجكت. قلنا الجملة العادية كيفاش نعرفها؟ تبدأ بالسبجكت، والسؤال كيفاش نعرفه؟ ديما يبدأ بأوكزيليوري ولا يبدأ بدبليو اتش وورد. كيف he was في السؤال ترجع was he، هل كان she was ترجع was she، هل كانت it was ترجع was it. نكمل بقية السؤال. You were ترجع were you. We were we، هل كنا. They were they. Were they at home، هل كانوا في المنزل. يعني هنا يا were was تخدم الخدمة هل في الماضي. أوكي. Now we move to some examples. نروحوا لبعض الأمثلة باش تفهموا أكثر. The first example، المثال الأول، راح نحطه هنا the verb to be in the past حسب السبجكت. نشوف السبجكت نعرف واش نحط، was or were. يعني to be في الباست هو زوج كلمات واحدة فيهم، سواء was سواء were. Okay. So the film entertaining. The film، الفيلم، الفيلم مفرد وشيء هو ماشي انسان، يعني راح نتعوض ب it. it في الباست كنصرفها مع to be، واش ترجع؟ ترجع was. the film was entertaining، الفيلم كان مسليا. نروحو negative form، يعني هذه الجمله نفوها. the film entertaining، هنا ديجا صرفناه قلنا was، يعني هنا واش ندير؟ كي ننفيه نقول the film was not. okay، سهله مهله، was ترجع was not. okay. now the interrogative form، حبيت نسال ونقول هل كان الفيلم مسليا. هاي عندي the film was، نعكسها برك نقول was the film entertaining، هل كان الفيلم مسليا. منى انت سلمى friends، منى انت سلمى. قبل ما نحط was or were نروح للسبجكت. السبجكت هو منى انت سلمى، منى وسلمى، هادو نعوضوهم بذاي، هما قلت ذاي معناها هما للمذكر، هما للمؤنث، هم وهن، هادو كامل نقولهم ذاي. منى انت سلمى يعني ذاي، وش يمشي مع ذاي في الباست؟ were. they were friends، كانوا اصدقاء، منى وسلمى كانوا اصدقاء. now منى انت سلمى friends، هنا نيجاتيف فورم، هنا راح ننفي الجمله هذه. منى انت سلمى were friends، ترجع منى انت سلمى were not friends، لم يكونا اصدقاء، صديقتين. now the interrogative form، سؤال. قلت سؤال نرجع للافيرماتيف فورم وغير نعكس. عندي منى انت سلمى were friends، يعني راح ترجع were منى انت سلمى friends. Were منى and سلمى friends، هل كانت منى وسلمى صديقتين. very easy، يعني to be it's very easy، سهل، مش كيما البعض اللي خافوا منه يعتبروه تصريف صعيب، بالعكس it's very easy. okay. now we move to a task. write the correct form of the verbs in brackets. راح نصرفوا to be في الباست. number one، it to be a good match. it to be a good match، هنا عندي to be. to be كي نجي نصرفها راح تتنحى خلاص، هي ترجع was or were، تتنحى كومبليتمون. نشوف السبجكت تاعي، سبجكت it، قلنا it مفرد يمشي معها was،
It was a good match. كانت مباراة جيدة. The player not to be good. اللاعب the player هو اللاعب يعني هي. Not to be good لم يكن جيدا. هنا عندي not النفي وعندي to be. أوكي على بالي بلي to be نصرفها وبعد ننفيها. يعني نقول the player هي مفرد تمشي معه was بعد نزيد not. Not هي علامة النفي. أوكي Number three, I and my parents not to be at home yesterday. I and my parents, أنا ووالدي, يعني نحن, اللي هي we, not to be at home yesterday. We, جمع. قلنا to be كيتصرف مع فاعل يكون جمع, ترجع where. وهنا عطونا النفي, يعني نزيد النفي تاعي هنا. Okay, قلنا to be يتصرف وبعد يستنفى. هنا كون جا عندي فعل اخر فور اكزامبل ستادي هيلب هنا تخليه كيما راه وتحطي دنت بصح كي عاد تو بي حاله خاصه تصرفوا من بعد تنفيه يزيد كلير جود نمبر 4 نمبر 4 از ا كويشن امال ا جود بيوبل امال يعني شي هنا راح نطرح السؤال شي مفرد وش يمشي معها في السؤال ووز اور وير شي Was she a good pupil? Was Amal a good pupil? هل كانت أمال تلميذة نجيبة؟ كنحب كنجي نجاوب بيس نعكس هنا راهو سؤال بدينا بس بالأوكزيليوري كي نجي نجاوب راح نكتب جملة عادية يعني راح نبدأ بالسابجكت يس نعاود نعكس بعد يعني كي نتحول من السؤال للجملة العادية نعكس السابجكت والأوكزيليوري نبدأ الجملة العادية بالسابجكت كي نحب نتحول من الجمله العاديه للسؤال نعكس الاوكزيليوري والسابجكت السؤال يبدا بالاوكزيليوري يعني شي يس شي ووز يس شي ووز نعم كانت شورت انسر جواب قصير جواب هكا وخلاص كي نحب نجاوب بنو نقول نو كيف كيف نعكس نو شي ووز بصح مادام عندي نو نحط نوت No, she was not. يعني نفس طريقة تشكيل الجواب. نعكس subject والauxiliary. وهنا نعكس subject والauxiliary. هنا برك نزيد not خطر عندي no. نتمنى انه to be أصبح واضح بالنسبة لكم. ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. باي. Thanks for watching. Like, share and comment. Please subscribe our channel.